Bismillah. Bu açık mı? Bismillah. Tamam hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu alel meb'uthi rahmeten lil alemin. بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم إنا نشهدك بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في طريق الحق حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال والصلاة والسلام عليه وعلى جد الحسن والحسين وعلى خطيب المنبرين يعني المكة والمدينة وعلى رسول رب المشرقين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي الحضور أحييكم بتحية الإسلام التي إذا رفعت إلى السماء لكانت قمراً منيراً وإذا نزلت إلى الأرض لكستها سندساً وحريراً وإذا مزجت بمياه البحار لجعلتها عزباً سلسبيلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ولما نقوم من المسجد يقال لنا قوموا مغفورا لكم أيها الإخوة خلقنا ربنا لنعبده خلقنا ربنا لنوحده خلقنا ربنا لنقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله شعرت بشتر بسم الله çıkardık. Huve Rabbuna, huve Halikuna, huve Razikuna, huve Mevlana, huve Rabbuna ve Rabbu Aba'una el-Evvelun. Ma halakana abasa. Yani ma halakana al-fadi. Ne'kul ve neşrab ve netemettâ ve netekâser bil-emvâli vel-evlâd ve nensâ Rabbuna. La vallâh halakna li'ibâdetillâhi vahdehu la şerîke leh. إننا نعيش في زمان كثرت فيه البلايا والمصائب لا شك أنها زمان ملئت فيه الدنيا جورا وظلما وأعطي الأمانة إلى غير أهلها وساد السفيه وتمكن الخائن وقال الحق باطل والباطل حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب أن نعلم أن الله غني عن العالمين يجب أن نعلم أن الله غني عن العالمين حتى لو كفروا وأعرضوا عن عبادة رب العالمين فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه توحيد الموحدين ولا شكر الشاكرين ولا صلاة المصلين الله الغني عن جميع خلقه إلى يوم الدين كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز نعم نحن الفقراء والله الغني نحن الفقراء والله القوي إلى يوم الدين يا عباد الله أيها المؤمنون أيها الموحدون أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أيها الذين آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن يدخلون الجنة بسلام يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار كما قال الله هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أيها الإخوة كل بداية لها نهاية يعني كل مخلوق على وجه الأرض سوف يفنى ويموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت وهو الحي الذي لا يموت أين آباؤنا؟
أين أمهاتنا؟ بل أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كانت الدنيا تدوم إلى أحد لكان محمد صلى الله عليه وسلم أحق بنا يا عباد الله. كلنا ميتون ولا يبقى إلا ربنا تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الليل مهما طال لا بد إلا من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد إلا من نزول القبر. واعلم يا ابن آدم، والله لو أنك حملت جنازة على القبور فاعلم بأنك محمول ومدفون. طيب محمول ومدفون، من الذي يحملك؟ من الذي يأخذك إلى القبور؟ عمك، أخوك، ابن عمك، أحبابك. وبعدين سوف يتركوك ويرجع ويقول لك ربك، إذا قال لك ربك في القبر: عبدي رجعوا وتركوك وفي القبر وضعوك، ولو كانوا معك ما نفعوك، ولن يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إذا قال لك ربك يا عبد الله ماذا تقول؟ والله اليوم كثير الناس اليوم في غفلة، في ضلال، يحتاجون من أن يذكرهم أحداً بربهم، بخالقهم، برازقهم، برب البرية، برب البشرية، برب الناس أجمعين. كثير الناس والله يا إخوان بعيدين عن الصلاة، وبالخص صلاة الجمعة. أيها الإخوة، صلاة الجمعة في عنا عادة هون بالضياع، لما ينزل مثلا على الوطاء أو على الزيتون إيش بيسووا؟ بيصلوا صلاة الظهر هونيك وما بيطلعوا على صلاة الجمعة. وقال: وأما ربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني صلوا اعبدوا ربكم تبارك وتعالى وبعدين دوروا على الرزق. ولكن مع الأسف الشديد نتبع الشيطان، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هي خمس دقائق، يعني إذا صلينا ورجعنا والله سوف نصيب الصواب، وربنا تبارك وتعالى سوف يعطينا أجر عظيما. وفي ناس لا يصلوا إلا من عيد للعيد، أو من الجمعة للجمعة، أو من رمضان لرمضان. بكرة شوف إجا العيد، ما بشوفوا اللي هون مليان مصلين. طيب وبعد العيد كل واحد على بيته ما بيجي، لا ممكن، والله أعلم، في ناس من العيد للعيد. هكذا ربنا تبارك وتعالى ما يقبل العبادات، ينبهنا صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى يخبرنا بأن تارك الصلاة سوف يعذب، لما يقول ربنا تبارك وتعالى يخبره: يوم تقلب وجوههم في النار، في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب أطعنا الرسول، إذا قلت لي بتحب الرسول، أو بقول لك: لو فداك أبي وأمي يا رسول الله. طيب صلي، بقول لك قلب نظيف. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالأدلة، كما أخبرنا ربنا وفي الأحاديث، اللي بيصلي قلب نظيف. ولكن مع الأسف الشديد الشيطان بين أبصرنا يا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يجري الدم في البدن؟ الشيطان هكذا يجري ببني آدم. الأيام تجري، الأيام تجري وتأخذ معها الشهور والسنين، ويتقارب جيل بعد جيل حتى تتخلص الأرض من حملها الثقيل، ليقوم الكبير والصغير والغني والفقير والعزيز والذليل للوقوف بين يدي الملك الجليل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تذكر وقوفك يوم الأرض عريانا. الله أكبر، انتبهوا. تذكر وقوفك يوم الأرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، وعلى العصاء ورب العرش غضبانا. إذا غضب ربنا تبارك وتعالى من يحمينا؟ ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على ما
جهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان ولما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عسى للنار عطشانا المشركون المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون في دار الخلد سكانا يوم سكر يوم سكر جميع من غير سكر من الضنك والعذاب الشديد يوم ترى الفتى يفر فرارا من أخيه وأبيه وأمه وأبيه يوم قول الإله هل امتلأت وتقول الجحيم هل من مزيد ذلك قول الله حقا وعدلا وليس ربي بظلام للعبيد إخواني إذا ضاقت عليكم الدنيا فقولوا يا الله إذا ضاقت عليكم الدنيا فقولوا يا الله إذا عنكم مصيبة فقولوا يا الله إذا عنكم مرض فقولوا يا الله ولا تطلبوا إلا من الله ولا تتوكلوا إلا على الله ولا تسألوا إلا الله لا تسألوا وليا ولا نبيا ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله تبارك وتعالى خلي علاقتك كلها مع ربك تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر على من تكبر وتجبر الله أكبر على من أكد حقوق الناس الله أكبر على من ظلم الناس الله أكبر يوم ينصب الميزان الله أكبر يوم تتطاير الصحف الله أكبر الله أكبر من السماء وأبراجها الله أكبر من الأرض وفجاجها الله أكبر من البحار وأمواجها الله أكبر الله أكبر من الكفار والمشركين الله أكبر من الإنس والجن الله أكبر ممن عادى هذا الدين الله أكبر ممن عادى صحابة رسول المرسلين الله أكبر الله أكبر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول الله أكبر الله أكبر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك أنت الرب المعبود وأنت الإله المحمود أنت الرب المعبود لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يجب أن نعلم أن الله غني عن العالمين كما قلنا والله حتى لو كفروا وأعرضوا عن عبادة رب العالمين فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه صلاة المصلين الله الغني عن جميع خلقه إلى يوم الدين يا نفس لا تتكبري يا نفس لا تتكبري عندنا نفس والله متكبرة يا نفس لا تتكبري وعن قريب سترحلي وبثوب الأبيض ستكفني وبيوم الحساب تسألي وبالقبر تدفني يا نفس اجتهدوا أيها الإخوة اجتهدوا في طاعة الله قبل أن يأتي الأوان فلان ابن فلان انتقل إلى رحمة الله والله يسكت كل شيء وتتكلم الأعضاء تتكلم الأعضاء جاء بالتفسير جاء بالتفسير يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يؤتى بالعاصي الذي عصى ربه الذي ما عبد حق عبادته يأتيه ويذكره ربه تبارك وتعالى بالمعاصي يقول له يا عبدي تذكر فلان وفلان المعصية تذكر الزنا تذكر الربا تذكر كذا وكذا يقول له يا ربي لا يا ربي ما سويت يا عبدي تذكر كذا وكذا يقول له يا ربي ما سويت يا ربي ما سويت يقول له يا عبدي عندي شهود الملائكة الأرض الرسول يقول له يا ربي لا أقبل شهود إلا من نفسي من نفسك
هنا يكتم الفم يسكر ثمه ويتكلم الأعضاء ويتكلم اليدين والرجل والرجلين كلهم كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم نختم على أفواههم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لما يشوف اليد عم تتكلم والرجل عم تتكلم بدي يقول لهم لما شهدتم علينا؟ أنا إيش سويت لكم؟ ليش خير إن شاء الله؟ ليش هو جنبه بلد وخضر يا يعني شرفان أما بش قد يشير سنس تمام وجد وبش طرف يشير سنس لما يشوف عم تتكلم اليدين والرجلين بدي يقول لهم ليش شهدتم علي اللي أنا أكلت الربا؟ ليش شهدتم إلا علي اللي أنا زنيت؟ ليش شهدتم اللي أنا نظرت إلى الحرام؟ ليش شهدتم اللي أنا أكلت الحرام؟ ليش؟ ليش؟ ويرى جلده يتكلم جلد الجلد كما قال ربنا تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليش شهدتم؟ لما شهدتم علينا؟ بدأ يرد يقولون ما على كيفنا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نعم يؤتي بالعاصي ولما يؤتي بالمصلح بالذي عبد ربه تبارك وتعالى ويذكره يا عبدي تذكر المعصية يا عبدي؟ يقول له نعم يا ربي أذكرها يا ربي. يا عبدي تذكر فلان وفلان وفلان عصيته وأكلت حقوقهم وعصيت ربك يا عبدي تذكر؟ نعم يا ربي نعم، ولكن إذا ما كانت رحمتك دخلت جهنم يا ربي، غفرانك يا الله. يقول له فيقول الله تبارك وتعالى يا عبدي سترت عليك في الدنيا واليوم سأسترك يوم القيامة. ثم يدخله الجنة يتنعم بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار. الجنة كما قلنا وما أدراك ما الجنة كما قال الشاعر رحمه الله اعمل لدار البقى رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. جارك في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقول له بتحب الرسول بيقول لك فداك أبي وأمي. طيب صلي يا أخي دش الفداك، ما بدنا أمك وأبوك يا أخي، صلي صلي صلي. يقول صلى الله عليه وسلم شوفوا انتبهوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد من أعماله هي الصلاة يا عباد الله، والله إذا نجى العبد منها فما أيسر من بعد. محمد صلى الله عليه وسلم تخرج روحه ويقول الصلاة 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 الصلاة. أمنا عائشة تقول هكذا أخبرتنا، فكيف الآن لو علم النبي عليه الصلاة والسلام أغلب الأمة أضاعت الصلاة وتركت الصلاة ماذا يقول؟ يقول هؤلاء أمتي؟ والله يعني ما بعرف. إذا بيشوفنا هيك طيب أين المسلمين؟ مثل ما قلنا عم نصلي بنطاقة ما في غير 15 واحد بالجميع، أين النقابي؟ أين؟ إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم أين؟ يعني يقول هؤلاء أمتي؟ وبعدين لما تقول له بيقول لك بحب الرسول، بحب الرسول، هذا كلام. والله المحبة بالإطاعة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أيها الإخوة يجب أن نعلم أن الله ذو انتقام وغفور رحيم. بعدين لما يموت بيقول له ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب أنت كنت في الدنيا خير إن شاء الله أشباك، ليش بس رحة ربي يرجعوني لعلي؟ يقول الله كلا إنها كلمة هو قائلها. رجوع ما في، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا
يوم القيامة بعد ضرب المحشر. أما عذاب وأما نعيم، أما تتنعم بالثمار ينعمك ربك بالنعم، وأما يعذبك ربك يقال لهم يا ملائكتي خذوه، كما جاء بالتفسير يا ملائكتي خذوه ومن عذابي فأذيقوه، اشتد عذابي على من قل حياه مني يا ملائكتي. أو يقول ربنا تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. فكر يا هيك يا هيك، علشان هيك لازم نفكر ونعتبر ونرجع إلى ربنا. إذا عندنا تقصير لازم نحاسب أنفسنا ونرجع إلى ربنا، إلى خالقنا، إلى رب البشرية، إلى رب الناس أجمعين. أنا الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، أنا الملك. يا دنيا أين أشجارك؟ يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين سكانك؟ أين الذين كانوا يأكلون من خيري ويعبدون غيري؟ يا دنيا أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الظالمون؟ بل أين هم؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين نمرود؟ لمن الملك اليوم؟ ينادي ربنا تبارك وتعالى، لمن الملك اليوم؟ ما في صوت، صوت ما في. مرة ثانية، لمن الملك اليوم؟ لما ما حدا يرد يقول لله الواحد القهار. سؤال، كم بان إيش بالدنيا؟ كم؟ يعني 60 70 80 وبعدين القبر عند الرحمات. محمد جميل الله يرحمه، طيب أي شغل؟ أما عمله وربه تبارك وتعالى معه. علشان هيك الميت لما يموت تسمع قرعن عليه بالقبر، هيك هيك بيحرق، هيك قل لي ما بيتحرق خلص. وربه وعمله، فهونيك منكر ونكير. ويسأله من ربك ما دينك؟ إذا كان عيش على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله سوف يحاسبه ربه حسابا يسيرا. وأما إذا العكس، والله أعوذ بالله، أعوذ بالله، يجب أن نعلم ونعتبر ونرجع إلى ربنا، إلى خالقنا. نعم، أول ليلة في القبر بكى منها العلماء وأشرق من مصيرها الحكماء. في ليلة القبر، في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أخ هناك ولا حبيب ولا أنيس هناك إلا عملك وربك. علشان هيك يقول الشاعر ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، أمنا عند اللعب تجيبنا وا وا عم نبكي عم نبكي، والناس يضحك حولك سرورا، عم يضحكوا الناس. اعلم، اعمل لنفسك أن تموت إذا غدا عند موتك ضاحكا مسرورا. اعمل يعني عيش في الدنيا كما أمرك ربك وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم، علشان تكون في القبر مسرور وتجيب على من ربك ما دينك ما نبيك. إذا عم نعيش في الدنيا لا صلاة ولا عبادة ولا شيء، وربي غفور رحيم، والله ربي شديد العقاب، سوف يحاسبك حسابا عسيرا. وأما إذا أدخلك مع المنافقين ومع المشركين والعياذ بالله، لا يلوم الشخص إلا نفسه يا عباد الله. نعم نعم، عيش في الدنيا كما شئت. قشدك ورهجم بشمل، عيش في الدنيا كما شئت فإن الموت يكفيك. عيش في الدنيا كما شئت، حرك لسانك كما شئت فإن الموت يكفيك، وطول القصور ما استطعت فإن القبر يكفيك. واعلم يا ابن آدم لو أنك ملكت الدنيا وما فيها فإنها عن الله لا تغنيك، واعلم الله الذي خلقك وهو يحميك. أخيراً أخيراً، كلامنا مكتوب، الكلام التي نتكلمه يا عباد الله والله كله مكتوب.
كله مكتوب. والله سوف يسألنا ربنا، سوف يقفنا ربنا تبارك وتعالى أمامه ويسألنا عن كل همز، عن كل لمز، عن كل غمز، عن كل نميمة، عن كل غيبة، عن كل شيء. حرك لسانك كما شئت، كلامك مكتوب وعملك محسوب، وأنت غدا أمام الله مطلوب. غدا، نعم، ولما غدا؟ ليش؟ ممكن اليوم، ممكن ملك الموت وراء ظهورنا ينتظر إلى يقبض روحنا. نعم، ولكن المشكلة إيش بتعرفوا؟ المشكلة عندنا ذنوب، المشكلة أننا ما نتوب، ما بتجي على بالنا التوبة، خاضين في الدنيا طهشاً بهشاً، ما عم نتوب. والله ما أقسى قلبنا بين القلوب، يجب أن نتوب إلى علام الغيوب، ونكثر من الصلاة والسلام على طبيب القلوب، لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدرنا ونتوب ويجعلنا في جنات الخلود. أخيرا تذكيرة، بكرة إيش إن شاء الله حفلة الجي بنذبح إن شاء الله، اللي عنده قدرة بيذبح. عندنا عادة نحن بتضيع وبتضيع إيش؟ بقول اليوم هالخروف إلي، هالخروف للمرأة، هالخروف لفلان لفلان، ولكن هذا خطأ كبير. كان لما يذبح محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بالكبش ويقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، يقول صلى الله عليه وسلم. هم أنت بتأخذ الأجر، هم أهل البيت كلهم يأخذ الأجر، لأنه ليش؟ إنما الأعمال بالنيات، نيتك كيف هكذا. علشان هيك لما تقول هذا إلي، زوجتك وولادك وكلهم محرومين من الأجر. والله إذا قلت هذا عني وعن أهل بيتي لا ينقص من أجرك شيئا، يأخذون كلهم الأجر مثل أنت ما عم تأخذه. علشان هيك لازم نفكر، ولما نذبح نقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. يعني لا تخاف، هم إلك بدي يجيك الأجر، هم لمرتك، هم لأولادك، هم للكل الأجر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك الله من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أسعدنا في الدنيا بطاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب، ما من إله غيرك فيعبد، وما من إله غيرك فيحمد. من لنا غيرك يا الله؟ من لنا